بعد معكم للصحافة طبعا، ويمكن أول خبر اليوم السابع، رئيس القوات المسلحة والمخابرات العامة ينعون المشير طنطاوي. في التفاصيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وفاته المنية أمس، وكتب الرئيس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. نعم، وقدم الرئيس السيسي العزاء لأسرة الراحل المشير حسين طنطاوي خلال تقدمه الجنازة العسكرية لوزير الدفاع الأسبق. وقال الرئيس السيسي: عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، وإذا أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فأنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان. في موقع المبتدأ برضو هذا العنوان، السيسي يقول: اهتمامنا بالطرق لوضع أسس حقيقية للتنمية. في التفاصيل أن الرئيس أكد أن الدولة غير مبالغة في الطرق والكباري، لكن ذلك لتسهيل حركة المواطنين، وكمان البضائع على امتداد الرقعة المعمورة في مصر. وعلى آخر العام سيتم افتتاح 1.70 كيلومتر في منطقة الفرافرة وتشكى، وكمان في شرق العوينات. طبعا الرئيس السيسي أيضا خلال كلماته في افتتاح مشروعات قومية بشبه جزيرة سيناء قال: بقول للمصريين أن اهتمامنا بالطرق هو اهتمام بوضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر، وحجم العمل الذي يتم ضخم بشكل غير مسبوق، واللي خلص ضخم غير مسبوق أيضا، واللي فاضل مش كتير لتوفير شبكة طرق قومية قد تصل إلى 12,000 كيلومتر إضافة إلى 7,000 كيلومتر. في موقع الوطن، ربيع زيادة 11% في إيرادات قناة السويس من يناير حتى أغسطس عام 2021. في التفاصيل أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال أن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 هو إنجاز عظيم، وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على تشييد 6 أنفاق لكي تكتمل المنظومة وتنساب حركة المرور لتقليل التكدس من الشرق إلى الغرب، وأيضا لتشجيع المستثمرين على العيش في منطقة القناة وسيناء. وأضاف ربيع على هامش مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس تحفز إدارة القناة على أن يكون عملها على نفس القدر من الكفاءة، موضحا: زدنا 7% في عدد السفن المارة بالقناة و11% في إيرادات الفترة من يناير حتى أغسطس هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.